راحوا مني دين شقد بكينا ومات عذونا بجفاهم راحوا مني دين شقد والعشنا والعشنا بهواهم عذونا بجفاهم راحوا من دين شقد بكينا وما بالعيون بس المدامع والحلم بالعيون يلمعي عليك شمعة المصاب طبعا البرلمان يعني من الضروري حله واحنا من خرجنا من مطلب 1 تشرين 1/10 طلعنا تغيير النظام اول ما طلعنا شعارنا تغيير النظام وهو حل البرلمان واعاده كتابه الدستور والانتخابات جديده لعاده الانتخابات جديده والحكومه تكون انتقالية اللي ترتب هذا الأمر. هم يعرفون القاتل منه، هو القاتل هم نفسهم، هم أحزاب السلطة هي اللي تقتل المتظاهرين. ليش؟ لأن نتذكر إحنا عادل عبد المهدي لما طلعنا إيش قال التظاهرات طلعت لتغيير النظام السياسي، وإحنا فعلا نريد نغير النظام السياسي لأن النظام المحاصصي دمر كل المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، كل المؤسسات دمرها. فلا بد من تغيير جذري للنظام السياسي بالعراق وحل البرلمان. أهم شيء حل البرلمان وتحديد قانون لازم تحديد قانون أو إجراء قانون للأحزاب المطالبة بسلمية والتصعيد والمطالبة بحل البرلمان وتغيير النظام السياسي وإعادة كتابة الدستور. يلا نخلص من هاي المأساة اللي قاعد يعاني من عندها الشعب ويعاني من عندها جماهير العراق، شباب العراق قاعد تنقتل بدم بارد وهم نفسهم قاعد يقتلون. طبعا بعد ما ولدت حكومة محمد توفيق علاوي شكلت ميتة وولدت ميتة وشكلت ميتة أيضا. الخطوة الثانية هي طبعا حل البرلمان، لأن رئاسات وزراء اثنين تنهار، فالأفضل حل البرلمان حتى يخرج تبقى ساحات الاعتصام عندها أمل أنه بالاستمرار بالانتفاضة السلمية المستمرة إن شاء الله لتحقيق مطالب الشعب العراقي والخلاص من هذه الأنظمة اللي تقود موزعة على البرلمانيين، يعني اختصاصات البرلمانية من جاية من التحزبيات. فإذا نحل البرلمان نكون في أمل أنه تجرى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، طبعا انتخابات جديدة بها مساحة للجيل الشاب، يعني الراية لازم تسلم الراية لجيل الشاب، جيل الشباب، جيل الثورة. يجب أن تتبدل الوجوه القديمة التي أنهشت جسد العراق بكل محافظاته وأطيافه وقومياته. طبعا شيء بديهي أنه هيك حكومة 16 سنة لم تحقق مطالب جماهير، هذه حكومة مرتكزة على مؤسسات وأحزاب وميليشيات، هي هدفها الأول والأخير إفشال وإجهاض الانتفاضة. فطبعا ما راح يصير يعني أي أمل في نجاح الثورة. طبعا بداية الرحمة لشهدائنا، شهداء ساحات التحرير وساحات الأخرى من جنوب العراق، والأمل من الله الشفاء العاجل للجرحى.
نحن على النهج والوعد باقون ومستمرون حتى النصر والشهادة بجانبهم، ومن منطلق البدايات للجميع والثبات للصادقين يقوم بهذا المهرجان ذكرى لتقليدهم، فهم اليوم وكل يوم معنا نحارب صفا إلى صف في معركتنا ضد الباطل والظلم، نحارب بسلميتنا رغما عن طاعهم المفرط إنهم يراهنون على رجوعنا وصبرنا. المفروض نحل البرلمان، لأنه أصل الفساد، أصل الفساد اللي مسيطر على البرلمان، مو بس يعني البرلمانيين، الميليشيات، الأحزاب هي اللي مسيطرة على البرلمان، زين؟ فإحنا لازم نحل هذا البرلمان، لازم تجي وجوه جديدة، كافي ملينا من هالبرلمان وهالفساد هذا اللي متفشي بالبرلمان مالتنا، زين؟ يجب الثبات في هذه الساحة وما نترك الساحة. ولازم نبقى ثابتين وصابرين لحد ما تتحقق مطالبنا. الحق ما يكون يعني الحق إنه مو إلهم هم، يعني إحنا أهل هالشي هذا، هم ناس جايين من برا البلاد، أصلاً هم ما موجودين بالبلاد مالتنا، كانوا بالدول، فأجوا وشافوا الخير مال العراق فعاشوا بخير العراق. إحنا مريتهم، خلي يطلعون من بلدنا، خلي يعفون البلد لأهله. حرر البرلمان ضروري جداً، لأنه الثورة أصلاً طلعت ضد جميع الأحزاب، ولذلك حل البرلمان معناته حل جميع الاحزاب والبدايه الى مرحله جديده. فالمتظاهرين مع حل البرلمان اكيد 100%. القاتل معروف، اللي قتل المتظاهرين معروف، هو موجود بالحكومه من ضمن الاحزاب ومن ضمن الاحزاب المشخصه المعروفه، بس الحكومه ما تقول بيه. ليش؟ لان اذا قالت بيه معناته تنهار عمليه سياسيه، معناته حينهار كل شيء عليهم، فلهذا هم مخفين هذا الشيء، ما حيقولوا الا هنتصر الثوره، ذاك الوقت حيبين منو الاحزاب اللي هي قتلت المتظاهرين. اكو خطوات تصعيديه لغرض زياده زخم المظاهرات، يعني من ضمن هاي المسيرات الصباحيه تكون للطلاب، الطلاب الان يجون الى ساحه التحرير، ممكن يعني في مرحله اخرى ممكن ينطلقوا الى مناطق ابعد من ساحه التحرير، ممكن يروحون الجسر السنك، ممكن يروحون حفظ القاضي، فاحنا بالمسيرات ممكن ننطلق من ساحه التحرير الى اماكن اخرى، فحتكون هذه خطوات تصعيديه. أكيد حل البرلمان ضروري، هو مطلبنا الأول والأخير هو حل البرلمان. البرلمان شنو اللي سواه للشعب العراقي؟ البرلمان إجى بس انتقام على الشعب العراقي، مجرد يأخذون رواتب. لحد الآن ما شفنا برلمان يصرح لشيء. على شنو دا يأخذون الفلوس هاي البرلمانيين؟ أتحدى كل برلماني اليوم يقول أنا سويت هذا الشيء مقابل الرواتب اللي يأخذوها. فمطلبنا الأول والأخير هو حل البرلمان. طبعاً هم ما راح يقدمون، لأن هي الحكومة وينها؟ إحنا طالعين عليهم، إحنا نريد اللي ننتخبه عندنا شروط ثلاثة خلينا. أولاً والأخير هو يقدم لنا قتلت شهدائنا، قتلت ولدنا، هذا اللي يريده. لا تتصور هسه هم راح يقدمون، لأن هم وميليشياتهم هم اللي قتلوا الشعب، فشون واحد يحترف على نفسه؟ فإحنا مطلبنا الأول والأخير اللي راح يجي إن شاء الله وبهاي الحكومة هو يقدم لنا قتلت أولادنا. هو يعني استمرارنا هسه بالرغم من أكو هذا الفيروس كورونا ما يخوفنا، ما يرجعنا للبيت. إحنا الأصعب من عنده ما رجعنا، فهو هذا تصعيدنا إن شاء الله. نتمنى من الشباب، نتمنى من كل اللي يشاهدنا هسه على القنوات، إن شاء الله شبابنا الألفينات هم شباب هاي الثورة، نتمنى حضورهم للساحات والساحة عامرة في شبابنا. يعني هو هذا تصعيدنا، احنا استمرارنا واحتصامنا بالساحات هو هذا تصعيد ان شاء الله، وما نرجع الا بزوال هاي الحكومة الفاسدة. بالتأكيد مطلب حل البرلمان مهم،
البرلمان هو تشكل على أساس المحاصصة الطائفية اللي أسسها الدستور بالأساس، يعني الدستور لو الشعب العراقي الأغلب كان واعي كان ما صوت للدستور في وقتها بنعم، لأن الدستور نفسه مفخخ بفقرات كثيرة أثرت علينا وبدت سلبياتها تظهر الآن. فبالتأكيد أنه حل البرلمان ضرورة، لأن مثل ما ذكرت أنه هو عبارة عن أحزاب، الآن أي تشكيل معين أي مطلب للشعب ما ممكن يتنفذ إلا يوافق البرلمان، وقبل البرلمان توافق الأحزاب اللي هي موجودة بالبرلمان ثم يطرح في مجلس النواب. إذن الفائدة أنه حتى نتخلص من سيطرة وهيمنة الأحزاب على مجلس النواب. كيف يقدم مسؤول أو يقدم أي شخص للمحاكمة إذا هم نفسهم الحكومة يقولون أنه طرف ثالث؟ طبعا قمة الفساد لما يقولون طرف ثالث. طيب أنتوا دفاع، داخلية، طوارئ، يعني كثير من الأجهزة الأمنية اللي موجودة داخل العراق، طيب هذه الأجهزة الأمنية شنو شغلها لما يطلع وزير الدفاع ويقول طرف ثالث وما نقدر نسيطر عليه؟ طيب الآن اللي واقفين قدامنا احنا على السواتر اللي موجودة بالخلاني وقبلها بالجسور، اللي واقفين هي قوات أمنية عراقية استعملت كل أنواع الأسلحة معانا، فوين الطرف الثالث؟ الطرف الثالث نعم اللي دا يخطف اللي هي الميليشيات واللي هي واضحة، لكن اللي واقف قدامنا هي قواتنا الأمنية للأسف اللي احنا ساندناها ووقفنا وياها وهم ولدنا وأخوتنا. أما ليش ما يقدم؟ كيف ممكن يقدموا لك شخص أسهم في قتلنا إذا هم نفسهم يخافون من هذا الشخص؟ الساحات تقريبا في كل يوم اكو تصعيد سلمي، احنا ما صعدنا تصعيد اخر نهائيا ولا ممكن نصعد تصعيد اخر، لان احنا من هذا البلد عراقيين ما ممكن نأذي شخص. احنا الان هسه من يوم 1/10 واستمراريتها في 15 لليوم كل اللي سويناه ناصبين خيمنا فقط، ما سوينا اي تصعيد ثاني غير انه ممكن تصير مؤتمرات، ممكن تصير تجمعات مليونية، ممكن تصدر قرارات عن الساحة، فإحنا بعدنا في طور هذا الشيء إنه إحنا نصدر هذه القرارات من الساحة، ما زلنا في خيمنا، لكن ممكن إنه تصير أشياء أخرى أكيد للمستقبل إذا الحكومة ما لقت لنا أي حل. يسقون من رحيق مخطوم ختاد وما طحاها ونفس وما سواها
احنا اول ما طلعنا بداية شعار ثورتنا الشعب يريد اسقاط الاحزاب بكافة مسمياتها. هم اللي دخلونا بدوامة رئيس وزراء وتبديل تدوير نفايات علينا من احزابهم. احنا اتفقنا من بداية ثورتنا الشعب يريد اسقاط الاحزاب. هم اللي جاي يدورون علينا كلمة رئيس وزراء ما اعرف ايش. باقين مستمرين وفاء لدماء الشهداء. مطالبنا هي كالآتي: حل البرلمان، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، حكومة طوارئ لمدة هالست أشهر هاي، تعدينا البر الأمان، تعدينا تحط لنا خارطة الطريق، انتخابات نزيهة عادلة بإشراف أمم متحدة. هذا مطلبنا اللي هي حكومة إنقاذ، حل البرلمان، حل كافة الأحزاب بما بيهم كل مسمياتهم، شلع قلب بما بيهم رئيس جمهوريتهم، بس الملعب حاليا برئيس جمهورية. إذا عنده ذرة غيرة وفاء لدماء الشهداء يعمل بالدستور، وأكو مادة وفقرة بالدستور يعمل بها، يحل بها البرلمان ويحل بها الحكومة ويشكل بها حكومة انتقالية اللي تقود البلد بر الأمان بغض النظر عن المسميات. كلهم ما بيهم ولا واحد اللي ما متلطخة إيده بدماء الشهداء. فكيف يعني أنا حرامي اليوم أحاسب لحرامي؟ هم كلهم بيناتهم أحزاب وميليشيات وبرلمان، كلهم واحد سارق من الثاني. مثل ما طلع عمار حكيم وقال: غطي لي وغطي لك، بوق لي وابوق لك، السر لي واسر لك. هم بيناتهم جاي يطلعون على الفضائيات يقول لك: غطي لي وغطي لك. هم بيناتهم حرامية. فما لا تستوي انه حرامي يغطي الحرامي او يحاسب حرامي. الشعب بعده وصامد وباقي. تصعيدية واحدة قدرنا نجمع المحافظات ونجي ونسقط ثاني حكومة اللي هي حكومة توفيق علاوي اللي مرشح من الاحزاب. سقطنا هاي ثاني حكومة، سقطها هذا الجيل وسقط الثالثة والرابعة. دامو من رحم هذا الشارع إذا ما تجي من رحم المتظاهرين ومن الشعب هذا اللي صابر صار له ست أشهر ما راح تنجي على الحكومة. فننصحهم يرشحون رئيس وزراء غير جدلي، وهذا المطلوب من كافة وفاء لدماء الشهداء. نرشح شخص ما علي جدلي يقود هالمرحلة هاي لبر الأمان مدة ست أشهر. هذا مطلوب ساحات التظاهرات وفاء لدماء الشهداء والجرحى اللي انطيناها. أصبح البرلمان لا يمثل الشعب العراقي، هذا برلمان الأحزاب الذي ما يقدم أي شيء للشعب العراقي. رغم القتل والترويع اللي يصير على الشعب العراقي، إلا أن البرلمان لا ينطق بأي كلمة بمتشفة ولا يدين الأعمال البربرية والأحزاب والميليشيات المتنفذة بالدولة. لذلك أنه نطالب بحل البرلمان وإقامة حكومة مدنية، وكذلك أنه يكون انتخابات مبكرة لحتى نزيح هذه الأحزاب الفاسدة من سدد الحكم. كلهم اتفقوا على قتلنا. نحن العراقيين جنائز مؤجلة لهذه الأحزاب الفاسدة. هذه ليس أحزاب سياسية، بل هذه عصابات سياسية استولت على مقدرات البلد ونهبت خيراتها. أقوى سلاح عندنا هو سلاح السلمية. إحنا نعتقد أنه نعتقد إحنا أنه الدم سينتصر على السيف، لأن هي الأحزاب الثيثة مو سلمية، ولكن إحنا نريدها سلمية لأنه سلاحنا السلمية. لما السلمية مالتنا ما وصل إلى صوت العالم والأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي وإلى كل بقاع العالم. أكيد هي شوف البرلمان اليوم هو سبب تعطيل استمرار الاحتجاج. البرلمان اليوم هو لازم ينحل. إن هي المحاصصة
والحزبية والخلافات السياسية على النظام السياسي وعلى الحكومة هو سبب البرلمان. فأكيد حل البرلمان هي خطوة للأمام. حل البرلمان اليوم ننهي وجود المحاصصة، نطلع بنظام جيد، نطلع بحكومة جيدة، نطلع بقانون انتخاب جيد. وجود البرلمان ووجود المحاصصة ووجود الفساد، حل البرلمان يعطي خطوة ويعطي طابع للاحتجاج واستمرار الاحتجاج السلمي من أجل نجاح النظام السياسي ونجاح حركة الاحتجاج. أكيد أكيد هو شوف هذا البرلمان، ليش إحنا نطالب بحل البرلمان؟ هذا البرلمان هو ساتر ومغطي على كل الفساد، مغطي على النزاهة، على لجنة الأمن والدفاع، على النزاهة. فاليوم اللي موجودين داخل البرلمان يعرفون من هو القاتل، وأنا أقول لك يا القاتل كوني ابن الساحة، كوني متظاهر اللي قاتلين من ضمن الأحزاب الموجودة، من ضمن التكتل السياسي الموجودة، الميليشيات اللي موجودة داخل النظام السياسي، داخل الأحزاب السياسية هم اللي قتلونا. وكلنا نعرف كانوا يتهمون الطرف الثالث وطرف الطرف الثالث، وما يعرفوا يا أخي وزير داخلية طلع بكل جرائم قال أكو طرف ثالث. من هو الطرف الثالث؟ أنا أقول لك كمواطن هم الأحزاب اللي موجودة اللي مهولين على النظام السياسي من 2003 ولحد الآن. أكيد ضرورة الاستمرار، ضرورة الضغط، نظل من أجل دم الشهداء، من أجل استرجاع العراق، من أجل استرجاع حقوقنا المسلوبة من هاي الطقمة الفاسدة. فعلى الساحات وعلى أن كثوار كأحرار كعراقيين لازم ناخذ ثار الشهداء وثار الأبطال باستمرارنا بسلميتنا بعراقيتنا من أجل نعبر هاي المرحلة، مرحلة الحزبية والقومية والقبلية والتابعة لدول الجوار. فعلينا كعراقيين نستمر بساحاتنا، نظل صابرين لحد ما نطلع قانون انتخابات، نطلع قانون مفوضية جيد، ونعبر هاي المرحلة مرحلة أمان. إذا البرلمان ما يسوي شيء ولحد الآن ما اتخذ القرارات اللي مطالب المتظاهرين، الحل مالتهم أفضل، أفضل يحلون نفسهم حتى الشعب يتخذ قراره. ما أخذوا بمطالب المتظاهرين، ما حققوا شيء، ما اختاروا رئيس الوزراء المستقل النزيه اللي يخدم شعبه. إذن الحل للبرلمان هو مطلب الشعب، كلهم فاسدين، كلهم قتلة، الحكومة البرلمان كلهم مشتركين بقتل المتظاهرين، ما بيهم ولا واحد شريف. لو بيهم واحد شريف كان إجي من المتظاهرين. يشوف يومية شباب دا ينقتلون بالسجن بالغازات بالرصاص الحي، ولا واحد بيهم شريف بالحكومة وبالبرلمان إجا وقف ويا المتظاهرين. الساحة شوف الساحة مليانة شهداء وجرحى، ولا واحد بيهم عنده غيرة عراقي بالدولة بالبرلمان بالحكومة إجا وقف ويا المتظاهرين. احنا موجودين، الشباب موجودين، الثوار تجمعاتنا موجودين، الثوار التصعيد الطلابي موجود. هسه راح يوم الاحد راح يصير تصعيد نسائي. احنا شكو شغله تخص الوطن، احنا الشباب والثوار وبكل بساحه التحرير نقوم بتصعيد لاجل مطالب الشعب العراقي. Yeah.
الأساس كانت هناك الطلبات المتكررة بالدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي الانتخابات المبكرة معناها يجب أن يحل البرلمان حتى نسوي انتخابات مبكرة. لكن اليوم الشعب العراقي والجمهور العراقي والسياسيين الموجودين كل جميعا يعني يتفقون على أنه يجب أن تكون هناك انتخابات مبكرة، وبالتالي يفترض على أي شخص يكلف برئاسة الوزراء أن يضع في أولويات مهامه الأساسية هو تحديد موعد الانتخابات المبكرة لكي يكون يسبق قبل موعد الانتخابات المبكرة بشهرين على أقل تقدير عن البرلمان بصورة رسمية. الذين يتحملون المسؤولية الكاملة لقتل المتظاهرين هي القيادات الأمنية، وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية والدفاع ورئيس جهاز الأمن الوطني. الكل يجب أن تكون هناك مسؤولية مشتركة، لأن واجبهم الأساسي هو حماية المواطنين وفي مقدمتهم حماية المتظاهرين السلميين. رفد الساحات بأعداد كبيرة جدا وغفيرة، والثبات على المطالب الأساسية التي استشهد من أجلها مئات أبناءنا وأخواننا في مختلف الساحات، وبالتالي هو هذا الهدف الأسمى اللي يجب أن نحافظ عليه وأن نكرس التظاهرات باتجاه تحقيق كامل الأهداف. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، حل البرلمان مطلب جماهيري منذ بداية انطلاق الثورة. الثورة كانت تندد بشعار الشعب يريد إسقاط النظام، ولكن إسقاط البرلمان وحل البرلمان يترتب على عدة ضوابط. أولاً هو اختيار رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء قد يكون غير جدلي برضا الساحات وبرضا المحتجين والاحتجاجات. بعد ذلك يفعل رئيس الوزراء المادة القانونية من الدستور العراقي رقم 54، هي حل البرلمان في حال إقرار انتخابات مبكرة. لم يقدم أي قاتل من قتلة المتظاهرين، لأنه لا يوجد هناك رئيس وزراء قوي ممكن أن يأخذ بحق المتظاهرين. لحد الآن الحكومة لم ترشح أي شخصية ممكن أن تأخذ حق المتظاهرين أو تلبي مطالب المتظاهرين، كون أنه العديد من السياسيين وعديد من القادة في الأجهزة الأمنية هم مشاركين في قتلة المتظاهرين. الساحات المعتصمة هي تتمتع بوعي عالي، وسوف تتخذ خطوات جبارة سلمية باتجاه إقرار رئيس الوزراء وتحديد موعد انتخابات مبكرة وإكمال قانون انتخابات. أنا برأيي يعني حل البرلمان هذا من أولويات العمل التغيير، لأنه البرلمان الآن هو عبارة عن محاصصة، وهذا البرلمان إجا وفق دستور. إحنا عندنا إشكاليات هواية على هذا الدستور، يعني واحدة من الإشكاليات اللي إنه هم القانون الانتخابات لقرار الدستور هو عبارة عن محاصصة وغنيمة للأحزاب الكبرى، فحل البرلمان هو شيء أساسي ومهم لإحداث التغيير وتصحيح مسار العملية السياسية. أنا حقيقة القاتل ما أعرفه من هو، بس منه المستفاد؟ هل هو المتظاهر مستفاد بقتل الأخوان المتظاهرين أم القوات الأمنية المستفادة؟ أكيد الطرف المتضرر من المظاهرات واللي يحس نفسه أنه هو حيكون بالزوال وبخبر كانه هو هذا الطرف اللي يقوم بعملية القتل. Yeah.
يا ناس شوفوا ايش يردون من طالب ما يملك بيت من طالب ما يملك بيت عنت الفكرة يدرسون وهنا احجيها توازيت وهنا احجيها توازيت ما دبر مصرف يومه ما تلقى بيت انترنيت ما تلقى بيت انترنيت يا ناس شوفوا ايش يردون من طالب ما يملك بيت من طالب ما يملك بيت وهنا احجيها توازيت عنت الفكرة يدرسون وهنا احجيها توازيت وهنا احجيها توازيت ما دبر مصرف يومه ما تلقى بيت انترنيت تريد تدرسني بالبيت برنامج الكتروني برنامج الكتروني ولا كهرباء ولا نت حتى دريس توفرولي حتى دريس توفرولي
خلصا كل حكاياتي حتى ما اعرف شكتيب حتى ما اعرف شكتيب وانت ناقص تقديره بقرارات مشلي بقرارات مشلي اطلع من هم الحمرة طلابة بد ما تسكت طلابة بد ما تسكت اطلع من هم الحمرة طلابة بد ما تسكت طلابة بد ما تسكت كافي تتلاعب بينا وبقرارك متزمت وبقرارك متزمت اتمنى توصل لك فكرة يا سهيل اسمع كلامي يا سهيل اسمع كلامي اتمنى توصل لك فكرة يا سهيل اسمع كلامي يا سهيل اسمع كلامي اتمنى توصل لك فكرة يا سهيل اسمع كلامي يا سهيل اسمع كلامي اتمنى توصل لك فكرة يا سهيل اسمع كلامي يا سهيل اسمع كلامي والبيكم غير يبين كاف انت هم حرامي كاف انت هم حرامي اطلع من هم الحمرة طلابة بد ما تسكت طلابة بد ما تسكت كافي تتلاعب بينا وقرارك متزمت وقرارك متزمت اتمنى توصل لك فكرة يا سهيل اسمع كلامي يا سهيل اسمع كلامي والبيكم غير يبين كافي انت هم حرامي كافي انت هم حرامي والبيكم غير يبين كافي انت هم حرامي كافي انت هم حرامي بين الطالب والطالب علم وعلم علينا علم وعلم علينا بين الطالب والطالب علم وعلم علينا علم وعلم علينا غير الوطن ما عدنا بس للوطن هدينا بس للوطن هدينا غير الوطن ما عدنا بس للوطن هدينا بس للوطن هدينا سلمية من البصرة للناصرية الثورة للناصرية الثورة سلمية من البصرة للناصرية الثورة للناصرية الثورة باب النجف الغيرة ويكربلاء السمرة ويكربلاء السمرة باب النجف الغيرة ويكربلاء السمرة ويكربلاء السمرة بين الطالب والطالب علمه وعلم علينا علمه وعلم علينا بين الطالب والطالب علمه وعلم علينا علمه وعلم علينا عدنا امتحان بهاية والثورة هي الغاية والثورة هي الغاية عدنا امتحان بهاية والثورة هي الغاية والثورة هي الغاية دعنا الأرواح ودمنا بس للوطن شراية بس للوطن شراية في بين الطالب والطالب علم وعلم علينا علم وعلم علينا بين الطالب والطالب علم وعلم علينا نعاند أربية صاحت بغداد شمعاني دوت نعاند شمعاني دوت نعاند بين الطالب والطالب علم وعلم علينا علم وعلم علينا بين الطالب والطالب علم وعلم علينا علم وعلم علينا بين الطالب شباب شفتوا حادثة الخيم اللي احترقت مو لو لا الخيام اللي احترقت اخر شيء الخيام كل اللي احترقت بالتحرير وصل رسالة شن رجع نفس التاريخ يا حسين ويانه شن رجع نفس التاريخ يا حسين ويانه